فما شاف سيكيريتي احسن طاجين في العالم. مرحبا بكم اليوم غتعشاو معنا 100,000 مرحبا. مرحبا بكم في السكور. انا حياه البسيطه حياه السيكيريتي الفلوس واش عيش السعاده. تعيش السعاده بلا ريال بلا جدريال والو. حنا عايشين السعاده غناكلوا طاجين ان شاء الله مع الجوج ديال الليل. الله كنصبوا فيه دابا احنا والطبيعه والجو زوين الحمد لله. الحمد لله صحتكم الخوت. احنا دابا بدينا بصيله الخضره اللي غاليه الخضره مغلينا صح وي لكن الشنشيات والخضره شو راه هاني ديز مره طواجين مره اللوبيا مره العدس اللي كان اللي كان السردين مره الحمد لله نعيشوا بخير مولاه الله مولاه ربي سبحانه ونعاونوا نعاونوا هاد مول القناه حتى هو تعاونوا مع ما تنساوش ديروا ابوني القناه هادي راه تشوفوا تعاونوا مع خونا سي محمد راه اخوكم محمد هذا الشاف سيكيريتي ديال الضخامه بوسكوره ومرحبا بكم كاملين الطريقه ديال الطاجين صراحه اخوك الله يحفظك الله يحفظك يا طويجين ديز ديال الله سبحانه وتعالى انا نديرو شويه الزيت هذا الزيت لا الزيت ديال الطياب درنا زيت لوسيو مغارب راك عارف اي حاجه خصو يدير البانيرات ملح فين راه كاين في القنش من ليه ها الملح المليحة الملح ديرو شو تقلى شويه دابا شنو درت في المقادير درت خميره البزار الخرقوم كمون سكنجبير المهم التوابل كامله التوابل كامله كاين لا طب هادي لا هادي هي نميكا ولكن داكشي لوكس شي زوين ما كاينش طونشي الدار دابا هنا ها سيكيريتي خويا اش الدرويش فالتو تحر شويه يتقلى خصنا مضبوطه دابا نقردو الخضره الطاجين اللي صاوب شي لنا والبارح جا الله يعطيك الصحه حتى هذا ان شاء الله غيجي واعر شاف سي محمد ان شاء الله غنمشي السوق غنمشي ان شاء الله شحال من قد مشيت لي غنمشي ان شاء الله ربي زوين ندور تما نضربو السفنج مرحبا فطرو تما صور المشاهدين اجواء في الصور نصور ان شاء الله شفنت نصور هذيك الاجواء واه انا تعجبني ملي تجيب هذيك السفنجه تيفرقع بحال هكا و تيدير عليها تدير عليها البيض تسمى غير خرينكو وتقيلة مع هذيك السخونه الوالد عندي انا مسكين الله يرحمه كان تيدير السفنج واحد الوقت وكان تزيز عليا الاخرين قول ضروري تجيب بيضه سفنجه تتشرق بحكم من الجناب ديالها تطرب ديال الزيت خرين قوه خرين قوه خرين قوه جيت خرين قوه تخلى بالزيت عاديه ياك الزيت ديال الزيت ديال هذا شو الزيت ديال المقله ديال السفنج تجي خوار اللي ما عمرو كالا هذه الفرصه فين يتعرف عليها واش السوق نقول لها نقول لها شنو نقول لها تقول لها تقول لي بيضه مطفيه في السفنجه كتفيوا مطفيه زعما مطفيه ياك Thank you.
قليل يعني. هي الصراحه خاصه شويه ديال الشبش خاص الخضرات صح. خضره غاليه غير ما ترحمنا والله يا ربي يرحمنا. عشان مثلا تمشي تسمع بطاطا 140 مطيشه 120 ورا الفقير مسكين راه وقف حسن وهذا الشيء اللي كاين. ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى ارحمنا بالشم من عنده. هذا الشيء نطلبوا من عبد الله 2020 ما يبقاش الفقر في المغرب ولا احنا لا فقر لا كورونا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نديروا بطاطا نديروا خيزو يطوات بطاطا خيزو الربيع الربيع وقيلا ما درتيش مخا ما عرفتش ما عرفتش ما كاينش لا هانيا ثومة تاهي يا سيدي ثومة مهمة. لا لا هاد المرة هادي ماشي بحال هاد ضروري ضروري ومقيت اينو نو مو عارف بحال والو بحال والو تشوف خليها 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 ماشي النعمه معنا سامي تا غادر معنا اليوم طاجي ولا غدا ان شاء الله نديرو شي شوايه واقيله نديرو لها شي بلان نديرو راس الزن ما غنبقاش نلقى معاه بعد ذاك الزن ما غنشوفوش. احسن طاجين في هذه الليله هذه الله يرحمها فات الصواريه من عند الشاف سي محمد شاف موحى احسن طباخ على وجه الكره الارضيه. والله على خاي محمد الله يحفظك اخويا كبير الله يحفظك مرحبا بكم معنا. على ضربنا مع الطاجين الاول ديال كيجي 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 ما نحيدو لك داكشي لا لا اجين صغيرة بوت شعيب مات الله يحفظك اخويا مرضي الله يعز سمعني اين بوت شعيب شعيب اللي كان قدام بلاصتي اليوم ان الله وانا راجعون كنت لي قبيله كل مشينا عزينا ماش مسكين مات نص واخا اللي كان خدام معنا مسكين بوه مات والله يرحمه صاحبي الله يشويه جا المأوى في الدرب عندنا في الدرب الجنة الدري مسكين شعيب درويش كان خدام معنا شحال هادي واحد كان خدام معنا في بساتين الله يوريك كاين الله يرحم شارع عندنا الاموات الصعبه في الدرب عندنا في ظرف شهرين ودي سامي 105 ما كاين الله يرحمها صحيح ظرف شهرين 105 المهم زيتونه في الطاجين وزيتونه في الارض فهمتين ان شاء الله حتى تاكل حقها زيتونه في الطاجين وزيتونه في الارض لا حيدهم حيدهم شحال هاد شي واحد فين عاد خطاك تطلع
حوامل فوق. دابا الليل فهمتي في هذا الوقت دابا الليل يكون شويه مع ديك العسره هكذا هاني. وين مرضي ديك العيبات لعبدك؟ نعم حرام الله يعبدك. مازال دابا بوسكوره بقيت تشوفني دابا واحد الوقت راك هاد 65 اسبناد والله العظيم دابا راه شويه بعدا ولات 12 الليل. الطاجين ها هو الحمر مريح ولكن شنقول لك راس غاوة حاو راحة كما وعدناكم الطاجين هو مغربي اح سخون ولكن مليح داكشي وان دوق لي الزويتينات بسم الله والزيتون مالح لكن الطاجين به اليوم غندير ديك العبد ديال ها وها وها بالصحه والراحه وما تنساوش ديروا لنا لايك والدعم القناه الجديده اخوكم هنا حنا ولا هما بحال بحال المهم اخوكم هنا اخوكم في الديوانه بالصحه والراحه معكم ان شاء الله شي طاجين جديد ان شاء الله ولا شي شوايه اش قلنا نديروا شي شوايه شي نهار مرحبا ديروها مرحبا انت سير السرديل ديروا شي تاو غدا نديروا غدا آه. مشات 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 غدا ان شاء الله معكم الشوايه تلقاو الشوايه مشات حيد ديال السرديب ديال السرديب صحه وراحه وليله سعيده ومرحبا بكم معنا.